الله معكم اخوتي، سلام ربي يصب قلوبكم. الكل على طول بيسالني خاصه بالنسبه للعهد القديم، خليني جاوب شي مره جواب هيك شافي ونهائي للكل، وانتبهوا كتير منيح، حضروا دنايكم كتير منيح، لانه بدي اقول لكم انه كل رجال الله حقيقيين بالعهدين، ما حدا منهم اسطوره، من ادم وحواء حتى اليوم كل الرجال وكل اللي بنقرا عنهم وكل الأنبياء اللي بنعرفهم كلهم حقيقيين، ما حدا منهم كذبة. الله حقيقة ورجاله حقيقيين، وبالعهدين برجع بقول الله حقيقة رجاله حقيقيين وبالعهدين. وإذا بتنتبهوا لما بدنا نشيل حي الله أي شخصية أي نبي من العهد القديم، بنكون عم نشيل الرب يسوع شخصيا. انتبهوا كتير منيح، فكروا بكلامي، الله حقيقة الحقيقة ورجاله حقيقيين، الله مش كذبة ولا أسطورة ولا وهم، ورجال الله مش كذبة ولا أسطورة ولا وهم، حقيقيين ناضلوا بسبيل الله وربحوا السماء وبالعهدين. إن شاء الله بتكونوا كمان من رجال الله وبتربحوا السماء. فكروا منيح بلعب لكم، هو كل اللي بنقرأ عنهم بالعهدين هن حقيقيين. الله معكم.